بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات المرحلة الثانوية العامة، مرحبا بكم طلاب بالصف الثالث الثانوي على قناة مستر أستاذ عزت لشرح تفصيل قواعد اللغة الإنجليزية. إن شاء الله مستمرين معاك في حل مجموعة من تدريب المنهج بتاع 2020 من كتاب جامع العام 2022. مستمرين مع الكتيب الملحق اللي اسمه أونجوينج سيزون بوكليت، كتيب التقييم المستمر. إن شاء الله النهاردة نشتغل على الامتحان اللي جاي على الوحدة 3، بدايته على صفحة 32. صحيح، على بركة الله نبدا او نشوف بيقول لك فيها I believe that it is. انا اعتقد انه. كم من عم ايه عم sense؟ المعنى الحرفي لكلمه sense معناها حاسه، بس اصبر عليا شويه ان احنا هنغير المعنى لما نضيف الكلمه جيد. To keep medicines، ان احنا نحتفظ بالادويه away from children، بعيدا عن متناول الاطفال. طيب ايه اللي مع كلمه sense يديني معنى له، يعني تركيبه واضحه في الجمله؟ special المعنى الحرفي ليها خاص، public المعنى الحرفي ليها عام، common بمعنى شائع، وpopular بمعنى محبوب او مفضل. طيب انت عندك حاجه يا شباب اسمها common sense. صيغه common sense معناها منطق سليم. مش كده معنى جمله؟ اعتقد انه منطق سليم، او من حسن الفطن زي ما بيقولوا، او من التصرفات السليمه ان انت تبعد الادويه بعيدا عن متناول الاطفال. common sense دي صياغه شباب، تركيبه ما ينفعش اغير فيها. اتنين بتقول After 10 years as an office clerk، بعد 10 سنين كموظف في مكتب، ماشي، ايه اللي حصل؟ It's time for me to change، خلاص حان وقت ان هو يغير ايه؟ يعني حكايه التوظيف والمكاتب ان هو يبقى موظف داخل مكتب، خلاص بقت حاجه ممله، بيدور على حاجه جديده، عايز يغير ايه هنا؟ change ايه؟ And try to find a new job، وحاول الاقي لي وظيفه جديده، هيغير ايه هنا يا شباب؟ direction المعنى الحرفي ليها الاتجاه، instruction المعنى الحرفي ليها توجيه او تعليم، ريبلاي بمعنى رد، وابلكيشن بمعنى طلب لحق. انت عندك شباب في الوحده 9 انت اخذت تعبير اسمه تشينج دايركشن، المقصود بها تغيير الاتجاه الوظيفي. بيقول لك انا قعدت 10 سنين موظف في مكتب، خلاص انا دلوقتي حان الوقت ان انا ادور لي على وظيفه جديده. يبقى هنا هو عايز يغير اتجاه الوظيفي لنوع اخر من التوظيف. دايركشن اجابه صحيحه في جمله رقم 2، واحنا استفدنا بشرحها خالص. 3 بتقول لك ايه؟ 2000 pounds is 2000 جنيه is just ايه؟ يعني عايز اقول لك يا دوب كذا، كمل يا عم، سالاري بمعنى راتب. For the salesman، salesman اللي هو اللي بيشتغل بائع في محل، without overtime or tips، من غير الاوفرتايم اللي بيقولوا عليه اوقات زياده في العمل وساعات عمل اضافيه، والتبس اللي بيقولوا عليه البقشيش. طيب نقول عليها اوبشنال بمعنى خياري، اختيار، يعني حاجه ليك تختار او لا، ولا سكندري ثانوي، ولا ماينور، ماينور معناها مصغر، وعندي بيزك بمعنى اساسي. انا هقول بيزك سالري، بيزك سالري معناه مرتب اساسي، يعني الاساسي المرتب بتاعه بقول لك ان 2000 جنيه يا دوب مرتب اساسي، تمام، معقولين جدا لموظف بيبيع حاجات في محل، ده غير ان يتضاف له عليها اوفر تايم وكمان البقشيش اللي ممكن يحصل عليه. 4 بقول لك ذا ستريس اوف هير جوب، الضغط اللي بيسببه ليها الوظيفه بتاعتها، از هافينج ا نيجاتيف، عامل ايه سلبي اون هير هيلث، على صحتها، ايه اللي له سلبي على صحتها؟ cause سبب، impact تأثير، و reason بمعنى سبب، كلمة cause معناها يسبب و reason معناها سبب، عشان تبقى قلناها بالمعنى السليم ليهم، و excuse بمعنى عذر. هنقول impact الضغط اللي بيسببه العمل بتاعها، عامل هونها شباب واللي بيقول لك فيها وي نحن، مالك يا عم ايه؟ قال لك to inform you أنه كاف That your application، ان طلب اللحاق بتاعك had not been successful، للاسف ما نجحش، ما اتقبلش زي ما بيقول. طيب rejoice لها علاقه بالابتهال والسعاده والفرح. please معناها يسعد. وعندي regret معناها يندم، و celebrate بمعنى يحتفل. الخبر اللي موجود في الجمله 5 خبر سيء. بما انه خبر سيء يبقى محتاج انا كلمه تدل على ده اللي هي كلمه regret. عايز اقول له والله احنا نندم، يعني عايز اقول لك والله احنا حاسين بالاسى والندم ان احنا هنقول لك ان الطلب بتاعك للاسف منجح. 6 بتقول ذا نيو فيديو جيم، لعبه الفيديو الجديده، از جيم ذات ويل، لعبه سوف تعمل ايه يا عم؟ تشايلدز ايماجينيشن، خيال الطفل، هتعمل له ايه؟ تشالنج تتحدى، ولا ريفينج تثار منه، ولا تشارج بمعنى يتهم، لو بتكلم عن بطاريه يبقى انت هتشحنها، ولا تشيز بمعنى يطارد. الالعاب اللي فيها افكار وحاجات زي كده بتعمل تشالنج، بتعمل تحدي لذكاء. لا 7 تقول سامي عند احمد هاب، سامي واحد مالهم هاب ايه؟ اصبر عليه شويه. فريندز، فريندز معناها عايز اقول لك ايه؟
اصدقاء زي ما بيقولوا يعني since they were in secondary school منذ ان كانوا في المدرسه الثانويه. فريبلاي رد اجابه، ريميند معناها بقى او ظل، عندي ريديمد المعنى الحرفي ليها تبرأ منه، واخر حاجه الدبل كيت جاي من كلمه دبل، ده الاصل بتاعها دبل كيت بمعنى يخلي الحاجه اتنين، يعني يضرب في ايه؟ يضرب في اتنين. طيب احمد وسامي دول ريمين فريندز، ده اصدقاء او هاف ريمين عشان تديني مضارع تام اهو، ظلوا اصدقاء منذ ما كان في المدرسه السنه. طبعا بيقول لك فيها اتس بوينتليس، بوينتليس معناها حاجه ملهاش مغزى، بيقول لك بلا معنى يعني. تمام كلام فاضي زي ما بيقول. حاجه ملهاش معنى، تو ريبيت يور ميستيكس، تكرر اخطائك ميني تايمز اكتر من مره، حاجه ملهاش معنى. طب دي انتينوم اوف ذا وورد ذا ادجكتيف بوينتلس، عايز مضاد لكلمه بوينتلس، كلمه بوينتلس معناها شيء ملهوش، ملهوش فايده، ملهوش معنى، بلا مغزى. عكسها ايه؟ عكسها هوبليس، مفيش امل منه، يوزليس، مفيش فايده منه، ريكليس اللي هي المعنى الحرفي ليها مستهتر، ولا سنسبل بوينتلس حاجه ملهاش معنى، ساد سنس ان الحاجه يبقى لها معنى او مدلول او مغزى. تسع حوار ما بين الاثنين، الاولاني يقول لك ايه؟ Do you have five dollars؟ معاك 5 دولار؟ راح بيه رد عليها اللي هو ايه؟ No I don't but كريم has، يقول له والله انا ما معيش، ولكن كريم عنده ايه money with him؟ معاه a lot of، كثير من، ولا much of، ولا many، ولا lots. طيب خد بالك من الكلمه اللي جايه بعد الفراغ، كلمه money كلمه غير قابله للعدد. خلاص كده؟ طيب لوتس لوحدها ما تنفعش، كانت محتاجه معاها اوف. احنا بقى كده بوقع يعني برمي الحاجات اللي ملهاش عايزه الاول. لوتس ما تنفعش، كانت محتاجه وراها اوف، لوتس اوف بس مش موجوده اوف. طيب ميني ما تجيش مع كلمه ماني، لان ميني تعد وماني لا تعد. طيب ماتش اوف ماني او الهاز ماتش اوف ماني، لا او ماتش مان انما ماتش اوف ماني. طيب لكن الوت اوف تنفع. اقول لك وعد الكثير من المال، الوت اوف تنفع اسمها ماتش اوف ماني. حرك الشاشة عشان الجملة رقم 10 تبقى هي العنوان. وبيقول لك فيها برضه حكومة بين طرفين. Would you like some coffee؟ تحب شوية قهوة؟ عايز أقول له هل ترغب في بعض القهوة؟ عايز يعزمه على فنجان قهوة؟ يشكر يا عم. راح قال له Yes please but just like ماشي بس عايز شوية قليلين. يقولها بإيه؟ Just few اللي هي قابل للعدد غير كافي قليل، ولا few قابل للعدد كافي قليل، ولا ليتل غير قابل للعدد غير كافي وقليل، ولا ليتل غير قابل للعدد قليل ولكنه كافي. هي دي ليتل. قول له بس اديني شويه صغير، يبقى ليتل قليل قابل للعدد، قليل غير قابل للعدد ولكنه كافي. يبقى ليتل قليل غير قابل للعدد ولكنه كافي. ناكد عليها اجابه في الجمله اللي قدامنا اللي هو بيتكلم عليه عن الكوفي. 11 He has two friends، عنده اثنين من الأصدقاء، تمام. That's not very اثنين يعني عدد، يعني حاجة قابلة للعدد. طيب وكلمة أصدقاء برضه قابلة للعدد، جميل جدا. الاثنين من الأصدقاء يعتبروا not very not very few ولا many ولا much ولا a lot. That's not very many. Very many يعني ده إيه؟ ده مش قليل، لأن الأصدقاء يتعدوا، تمام؟ وهنا فيو ما تنفعش انها متناقضه مع المعنى، انا بقول ان هو عندي اثنين من الاصدقاء، ده مش قليل، لا ده مش كتير. ماتش ما تنفعش انها تيجي مع غير قابل عدد، الاصدقاء يتعدوا. طيب ذاتس نوت فيري الوت، مفيش حاجه اسمها نوت فيري الوت، ما تجيش الوت في جمله منفيه، لكن ميني تنفع. 12 بقول لك فيها اونلي، اونلي معناها فقط، فقط ايه يا عمي؟ سيمونز فريندز، من اصدقاء سيمون، هنشوف بعد شويه. وين تو ذا ماتش، ذهبوا الى المباراه. نوت ايه؟ يبقى انا كده عايز حاجتين هنا يكونوا عكس بعض، تمام كده. طيب اونلي معناها فقط كذا مش كذا. طيب اونلي ا فيو محتاجه كان وراها حرف جر اللي هو او مش موجود، يبقى خلاص دي وقت. طيب اونلي سم برضو كانت محتاجه وراها او. طيب اونلي ا فيو اوف راكبه دي، اونلي ا فيو اوف سيمونز فريندز، فقط القليل من اصدقاء سيمون وانت ذا ماتش ذهبوا للمباراه، نوت ميني وليس العديد، جمله راكبه معناها تمام تمام. طيب ينفع اقول اونلي ا لوت؟ طب ازاي فقط الكثير؟ كيف يعني؟ تيجي ازاي دي؟ لكن لما اقول فقط القليل، دي صياغه عاديه جدا وتركيبه جراماتيكال، جراماتيكال معناها من الناحيه اللغويه والنحويه صحيحه، طب ولذلك خدناها. طب ما نقول تاني، اونلي ا فيو اوف سيمونز فريندز وانت ذا ماتش not many وليس
هل حد نحرك الشاشه بس عشان تشوف رقم الصف يا شباب؟ تمام، رغم ان في ناس بتزعل لسه، ما احنا ماسكين معاك كتاب كل شويه تقول لنا على الصفحه. يا سيدي ما تزعلش، بحب اكد على المعلومه. 13 بتقول فراغ of the children من الاطفال was given، خد بالك من حته was دي مهمه جدا عادي، was تدل على ان اللي هنا يساوي هي او شيء او ات. كلام واضح؟ جميل جدا. ابوكس اوف شوكليت، عايز اقول لك ان كل طفل من الاطفال خد علبه شوكولاته، ادوا له باكو شوكولاته زي احنا ما بنقولها باللهجه المصريه. طب ينفع اقول افري اقول افري اوف ذا تشيلدرن؟ طب ازاي ده؟ اول اوف ذا كل الاطفال ادوهم باكو واحد؟ طيب سام اوف ذا تشيلدرن برضه ادوهم باكو واحد ولا ايتش؟ كل واحد على حده. كل طفل على حده خد باكو شوكولاته. 14 بتقول سامي فشل والعياذ بالله، كمل of his history exams امتحانات التاريخ بتاعته، حلين انتظم ما نجحش في ولا واحد فيهم الحمد لله. يا ساتر يا رب. طب نقول ايه؟ سامي فيل all of his ولا every none ولا any؟ هو كده سقط فيهم كلهم، بقول لك ايه؟ ما نجحش فيهم. يبقى انا كل الامتحانات all المجموعه كلها المجموعه كلها all of his history exams، ما ينفعش اقول every of his history exams، ما ينفعش every اقول وراها exams مش عارف وراها جمع، لكن all ينفع اجيب وراها جمع، every ما تنفعش. من هو مش بين فيهم، هو في هو فشل في لا احد، لا بالعكس ده سقط فيهم كلهم. تمام، برضه ما تنفعش ان انها تفيد انك. الجمله هنا مثبته ولذلك اخذنا لها all اللي ينفع يجي وراها exams زي كلمه جمع زي ما انت شايف، على عكس كلمه every. طيب 15 بدأ فراغ one of my friends depend on me to repair their computers. one معناها واحد، طب one of واحد من اصدقائي ازاي؟ واحد بس من اصدقائه بيعتمد عليه friends، تيجي ازاي دي؟ طيب نكمل. تمام، يبقى نقول ايه هنا؟ نقول no one ولا واحد بيعتمد عليه. طب ازاي بقى ولا واحد بيعتمد عليه وبعد كده راح قال لك زياده؟ طيب someone معناها شخص ما، مش معناها واحد من اصدقائك. everyone كل واحد من اصدقائه بيعتمد عليه، ودي زيرة اهي اللي تدل على الجمع، ولا all one مفيش حاجه اسمها all one، all ما يجيش وراها one، لكن ابن ينفع يجي اقول وراها one. everyone كل واحد من اصدقائه depend on me to repair their computers، ودي الضمير زيرة اللي يدل على ان الكلمه اللي هنا هو بتعبر عن المجموعه اللي قدامك دي كلها، موجوده اجابه واحده صحيحه. 16 بدل الفراغ of the food من الطعام، ادي of وراها ذا وبعد كده فود. تمام، and the restaurant was fresh، كذا من الطعام في المطعم كان طازج، and all of it went bad وكله باظ ما بقاش كويس. يبقى ده معناه ايه؟ ده معناه ان all of the food تمام ولا none of the food ولا every ولا each؟ none of the food، ولا حاجه في الاكل كانت موجوده في المطعم كانت كويسه. طب ليه ما خدتش اول يا مستر؟ اول ما ينفعش يجي وراها ووز كده زي ما انت شايف، ما ينفعش يجي وراها ايه؟ ووز، انها تعامل مع عمليه زي، ما ينفعش يجي وراها ايه؟ طيب every of the food، هو الفود ده ان هو اللي قدام، ينفع انت سمعت حاجه اسمها every of the food؟ فين الصيغه دي جبتها منين؟ لكن ينفع اقول every one، لكن ما ينفعش اقول every of. تمام كده؟ طيب each of the food، طب ده معناه ان كل جابها ازاي؟ ان ده بس يكون بقى بدا يعدهم. تمام، بدا يعدهم، لا ما عدش ولا حاجه، بيقول هو الجمله هنا وتفيد النفس، ولا حاجه من الاكل اللي كانت موجوده في المطعم كانت طازجه. تمام، وكمان ايه ده مش بس كده، ده كلهم كمان فسدوا وباظوا. تمام، نحرك الشاشه مع 33 عشان نروح للجمله 17. يقول لك which of the options، ايه من الاختيارات اللي جايه بلو اللي جايه؟ at the best punctuation for the following sentence، هي افضل علامه ترقيم ممكن استخدمها في الجمله دي، يعني الاربعه دول اللي هي الابوستروفي والكولن والهايفن والسيمي كولن، طبعا موجوده قدامك العلامه مفيش محتاجه ترجمه يعني. مين فيهم اللي تكمل الجمله دي؟ ايه الجمله؟ she ate three of her favorite things for lunch، هي تناولت ثلاث حاجات من المفضله عندها في الغداء. المفروض ان نحط هنا هو علامه ترقيم عشان ابدا اجيب ايه هي الثلاث حاجه اللي هي البابل تي ماشي والبيف برجر والتشيز ادي ايه بقى؟ ها اند كاروتس وذ هيومس. طيب الثلاثه دول انا عشان اجيبهم الثلاث حاجات دول اجيبهم ازاي؟ يعني هذكر القائمه دي ازاي؟ هذكرها ببص فيه ولا كولن ولا بهايفن ولا سيمي كولن؟ الحاجات دي يا شباب لازم تحط لها هنا كولن، الكولن دي
اللي هم النقطتين فوق بعض اللي شايفهم دول، دول بيكونوا تمهيد للشرح اللي جاي. خلاص النقطتين دول اللي في بعض هم اسمهم كولوم، بيديك بقى ايه تمهيد للشرح اللي جاي، اللي هو في شكل قائمه زي ما انت شايف فيها المأكولات اللي كده. 18 بتقول لك choose the sentence that is correctly punctuated، تختار الجمله اللي البنكشويشن بتاعها سليم. تعال نختارها هي الاول وبعدين نقول احنا خدنا الجمله دي ليه؟ الجمله البنكشويشن بتاعها سليم هي اخر جمله. تعال بس انا نحط عليها اول خط. وبعدين اقول لك ايه؟ الجمله اللي قدامك دي حاجه اسمها question tag، سؤال مزين. السؤال المزايل عباره عن ايه؟ عباره عن جمله عاديه ماشي في بدايته وفي طرفه الاخير هتلاقي فيه سؤال غير حقيقي، يعني غير حقيقي يعني مش انت مش مجبر ترد عليه. طيب الجمله بتقول ايه؟ سما's name was on the guest list، اسم سما كان موجود في قائمه الضيوف. طيب حلو خالص، راح عامل كوما علشان يعمل سؤال مزايل اللي هو بيقول لك اليس كذلك؟ بتعملها ازاي السؤال المزايل؟ السؤال المزايل بنعمله من الفعل المساعد تمام؟ والضمير، إذا كان الفعل مساعد مثبت بننفيه وإذا كان منفي بنثبته ونجيب الضمير. طيب سامز نيم ووز، أدي الفعل المساعد أهو، سامز نيم ووز أون ذا جيست ليست. طيب هتلاقي إن الفعل المساعد ووز تصادف إنه هو الفعل الأصلي، تستخدمه، ووز كانت مثبتة نخليها منفية، بقت ووز، جميل جدا. طيب إت نجيبها منين؟ نجيبها منين؟ عايدة على سامز نيم، اسم سما، ده يعامل على إنه غير عاقل، هو مش بيتكلم عن سما، بيتكلم عن اسمها. طيب يبقى كده الصياغه سليمه. الجمله الاولانيه مثبته، سامز نيم وز اون ذا جيست ليست، جميل، جاب كوما وبعد كده جاب الفعل المساعد منفي وزنت وجاب الضمير ات وحط ايه؟ حط كويشن مارك علامه استفهام لان ده زي ما قلنا سؤال مزيف. هتلاقي ده مش متحقق فوق. بص بقى سامز طبعا اول حاجه قفل الابوستروفي اللي المفروض تبقى ما بين سما وابوستروفي اس الملكيه. عمل مشكله ثاني في الجمله ده هي انه اغفل الكوما اللي المفروض تسبق الفعل المساعد المنفي اللي انت شايفه ده وبعد كده علامه استفهام. تعالى بعدها عمل ايه هو؟ قال لك ماشي سماز نين جابها لكنه اضاف كوما، الكوما دي ملهاش محل من الاعراب زي ما بيقولوا اساتذتنا بتوع العربي. تمام؟ جابها هنا وراح شالها من المكان الطبيعي بتاعها، ده المفروض كانت تبقى هنا ما جابهاش. تعال نروح اللي بعدها، شال الابوستروفيس بتاع المجيه، عمل نفس الغلطه اللي عملها في الاختيار الاولاني تمام؟ وراح عمل برضه مشكله ثانيه، حط لك كوما اهي، الكوما دي مش في مكانها، يعني المكان اتزنق فاحنا مش قادرين نشطب اهي ماشي، وراح بعد كده مكمل عامل صحيح كوما هنا اهو في مكانها وعامل علامه استفهام في مكانها وكل حاجه تمام، لكنه اخطا في باقي الجمله. خلاص كده وضحنا الفرق ما بين الجمله اللي احنا اخترناها اجابه اللي هي دي وباقي الاختيارات الاخرى. نتحرك مع الجمله رقم 19 علشان بيقول لك فيها which transition signals a conclusion. كلمة transition اللي بيقول عليها الكلمات اللي بتربط او كلمات انتقالية بتربط المقالات ببعض، المقال ببعضه فقرات وحاجات زي كده. ايه هي الكلمة اللي تعبر او تشير للخاتمة؟ in addition اضافة الى ولا similarly، كلمة similarly معناها على نحو متشابه ولا for example على سبيل المثال ولا in short باختصار، باختصار لان هي دي اللي بتمهد للختام بتاع المقال بتاعك. طيب اللي بعدها بيقول لك ايه؟ انا ليسي في المقام، ها ايه يا عم اللي بيحصل ده كذا؟ the main idea هي الفكره الرئيسيه، you are trying to prove اللي انت بتحاول تثبتها. ايه اللي بيبقى الفكره الاساسيه؟ انت تخش المقدمه ولا تايتل العنوان ولا فيسز الفرضيه؟ الفرضيه دي حاجه انت بتفترضها، محلومه، جمله انت بتفترضها بعد كده تبدا تثبتها، ولا first body paragraph اللي هو اول فقره بيسموها في الموضوع؟ لا، الحاجه اللي انت في بتحاول انك انت اللي هي فكره اساسيه وبتحاول انك انت تثبتها بيقول عليها ثيسس الفرضيه. يجبنا نصححها بجمله رقم 20. نحرك الشاشه عشان نشوف القطعه الاولى اللي بتتكلم عن ايه؟ اللي بتتكلم عن الذاكره. وبيقول الكاتب من خلال القطعه قدامنا هناك بعض من الناس بيعتقد ان ما عندوش ذاكره، يا عم انا ما عنديش ذاكره. لا طبعا كل انسان ربنا خلق له ذاكره. تمام؟ طيب جميل جدا. الذاكرة هي عبارة عن القدرة أو الشيء اللي بيخليك تقدر تمام بتستخدم في الوقت الحاضر كل ما مر بيك فيما سبق، وده بيكون من خلال مجموعة أنواع من الذاكرات. عندي ذاكرة بقول عليها الفيجوال اللي هي الذاكرة المرئية، دي اللي بتمكنك من تذكر واستدعاء الوجوه والأماكن. تمام؟ طيب في نوع تاني من الذاكره بيسموها الذاكره اللفظيه الفيربال ميموري، ودي اللي بتساعدك على تذكر الكلمات والارقام والحاجات اللي من هذا القبيل.
في ذاكرة بيسموها ايموشنال، الذاكرة العاطفية، ودي اللي بتذكرك او من خلالك من خلالها تقدر تستدعي المواقف سواء كانت حزينة ولا مفرحة، وكمان بتربطها بالاشخاص اللي كانوا موجودين فيها. تمام. في ذاكرات خاصة من انواع مختلفة، منها ما هو له علاقة بعملية الشم، التذوق، اللمس، الصوت، بعض الحركات البدنية اللي انت كنت بتقوم بيها. التخزين في الذاكرة بيحصل بطريقة، في ذاكرة بيسموها شورت تيرم ميموري، ذاكرة قصيرة المدى أو الأمد، ودي قدرتها على التخزين 30 سنة. الذاكرة الأبعد منها والأقوى منها بيسموها لونج تيرم ميموري، ذاكرة بعيدة المدى، ودي اللي أنت بتخزن فيها الأحداث اللي أبعد من كده واللي أطول من كده لفترات طويلة جدا وبتقدر تستبعد. تمام؟ طيب الكاتب من خلال القطعة اللي قدامنا بيختتم بيقول يو مايت أسيوم ذات ذا مور وريمبر ذا بيتر، بيقول والله يا جماعه اوعى تفتكر ان عشان بنقول الذاكره 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 ده معناه ان احنا كل ما زاد قدرنا على التذكر كل ما كان افضل. لا، النسيان برضه من وجهه نظر الكاتب ان هو نعمه من عند ربنا. ليه؟ لان لو الانسان فضل طول الوقت يتذكر ولا ينسى يبقى لما يمر بيه موقف سيء او وحش هيفضل فاكره، وده هياثر على حياته العقليه ويخليه انسان مريض عقلي. ولذلك نقول الحمد لله على ان ربنا ادانا نعمه التذكر، وكمان ادانا معاها نعمه النسيان، لان النسيان نعمه مهمه جدا جدا زي وزي التذكر، لان لولا النسيان لظلت في اذهاننا عالقه الذكريات السيئه. ربنا عافينا من كل شيء. طيب نروح يا شباب نبدا الاسئله اللي جايه على القطاع الاولى. بيقول لك ايه فيها؟ لحظه بس حط في الشاشه عشان تبقى السؤال هو بالظبط. 21 Our memory is useful because it، الذاكره اللي عندنا بقى مفيده ليه يا عم؟ قال لك لانها makes use in the present of what we have learned in the past، من خلال الذاكرة بنستفيد مما في الحاضر مما كان في الماضي. older people have، النقطة دي أنا ما قلتهاش وأنا بقول لك التلخيص، إن الناس الكبيرة في السن عندهم ذاكرة قوية للأحداث، الأحداث اللي هي خدت فترة طويلة عن الأحداث القصيرة. تمام كده؟ الإجابة بتاعتنا في بي هنا هو much better long term memory than short term memory. الناس الكبيرة في السن عندهم ذاكرة طويلة المدى أقوى من الذاكرة قصيرة المدى. طيب نروح للصفحه اللي بعدها عشان نكمل. ادي عنوان الكتاب ظهر قدامنا يا شباب ومستثمر في الجمله رقم 23 forgetting unhappy times shows that، ان احنا لما ننسى الاوقات العصيبه الاوقات الوحشه والحاجات السيئه ده بيقول لك ايه؟ forgetting is as important as remember، ان التذكر والنسيان هما الاثنين مهمين زي بعض، النسيان مهم زيه زي التذكر. 24 the word assume، كلمه assume معناها يفترض يا شباب، دي بتساوي عندي بيقول لك ان هو اكسبت اسو، ان انت تقبل الحاجه كحقيقه، تقبل المعلومه كحقيقه. في 25 اور شورت تيرم ميموري، ذاكره قصيره المدى، ستورز ايتمز فور اب تو، بتخزن ذكريات مدتها قد ايه؟ 30 ثانيه بس، 30 ثانيه بس. ذا ميموري ذات هيلبس اس ريكول فيسز، ذاكره تساعدك على استدعاء الوجوه والاماكن. ايه؟ بنقول عليها ذاكره فيجو، ذاكره بصريه او ذاكره لها علاقه بالقدره على الرؤيه. نتحرك مع الجمله 27 او السؤال 27 ولا كده. بس تايتل تو ذا بيسج از، ايه افضل عنوان نحطه للمقاله اللي احنا بنتكلم عنها دي؟ مانز ميموري، الذاكره عند الانسان. في 28 بيقول لك ذا سينونيم اوف ذا وورد ريكورد، عايز مرادف ريكورد اللي كلمه ريكورد، كلمه ريكورد معناها يستدعي، يستدعي انك انت تقدر تسترجع معلومه، يعني دي مقصود بيها برينج تو مايند، ان انت تسترد المعلومه او تسترجعها مره اخرى. طيب تعال نروح للقطعه الثانيه واللي بتتكلم عن حاجه مهمه جدا، وهي دعوه من الكاتب ان احنا نقلل cut down on food expenses، ان احنا نقلل من النفقات اللي احنا بنصرفها على الطعام. وبيقول الكاتب في المقاله اللي قدامنا ان اسعار الغذاء زادت بنسب كبيره جدا تصل الى 300%، وان هي اللي بتستهلك اكبر كم من ميزانيه الشعب المصري تحديدا. طبعا هو الكاتب مركز في القطع على المصري، وبيقول ان المتضرر الاول من ارتفاع الاسعار، طبعا بيقول ان اسعار الغذاء زي ما قلنا زادت بنسبه 300%، وبيقول ان اكثر الناس متضررين هم الناس اللي دخلهم للاسف دخلهم بطبيعه الحال اساسا منخفض. طب بيقول ان في يا جماعه، طب هو ما فيش حل للحكايه دي؟ قال لك في حل. ايه الحل؟ ان انت تقدر تقلل النفقات بتاعتك بنسبه 20% عن طريق ايه؟ عن طريق ان انت اول حاجه لازم تعمل زي ايه كده؟ زي لسته او قائمه بانواع الطعام اللي انت عايزها، وانت رايح تشتري ما تجيبش حاجه من بره اللسته، تمام؟ الحاجه الثانيه
ان انت لازم تشتري الحاجات اللي هي موفره. بمعنى ايه موفره؟ يعني الاطعمه في منها ما هو فريش طازج، منها ما هو معلب، منها ما هو مجمد. شوف مين فيهم ارخص لك انت وافيد لك انت صحيا طبعا، واشتريه. الحاجه الثانيه بيقول لك اوعى تروح تشتري وانت جعان. ليه يا عمي؟ لان الواحد هو جعان بيجيب حاجات ممكن تكون مش محتاجها. حاجه مهمه كمان، اوعى تشتري حاجه مش موجوده في القائمه. انت مع القائمه شوبينج، ما تشتريش حاجه مش موجوده. تمام كده؟ الحاجه الثانيه والنصيحه الاخيره اللي بيقول لك فيها، ان الحاجه اللي تلاقيها غاليه هات حاجه بديله ليها. يعني مثلا انت ممكن تشتري الفراخ بدل اللحوم الحمراء، لانها ايه؟ لانها ارخص في السعر. تمام؟ نروح يا شباب للاسئله اللي جايه، ونبدا بالسؤال الواحد رقم 29 واللي فيه What should people do when they go shopping؟ ايه اللي لازم الناس تعمله وهي راح تعمل شوبينج؟ الاختيار سي، They should buy only healthy and cheap. اشتري الحاجه الصحيه وكمان رخيص. 30 How will making a list of the food you need help us؟ لو انت عملت قائمه بالحاجات اللي انت عايز تشتريها، ايه دي هتخدمك في ايه؟ الحكايه دي It will help us avoid unnecessary food. ده هيخليك تتجنب الاطعمه الغير ضروريه. انت لما تخش السوبر ماركت الحاجه كلها معروضه بطريقه حلوه، انت بقى لو معاك مليون جنيه عايز تشتري بيهم قبل ما تطلع، لكن انت اشتري اللي على قد فلوسك، او مش بس اللي على قد فلوسك، اللي انت محتاجه فعلا. الحكايه مش حكايه قد فلوس ولا لا، حكايه اللي انت محتاج ده ولا مش محتاج. 31 ولا فيها What should we do when the price of food goes up؟ نعمل ايه لو الاسعار زادت يا شباب؟ اسعار الطعام زادت نعمل ايه؟ We should cut down on our food expenses. لازم نقلل النفقات، يعني قد ما تقدر اشتري الاطعمه الموفره. نروح مع جمله 32 بقول لك فيها Why shouldn't a person go shopping while he or she is hungry؟ ليه الواحد ما يروحش يعمل شوبينج وهو جعان يا شباب؟ لان احنا قلنا الجعان بيشتري حاجات مالهاش عازه. Because he or she buys unnecessary food. في 33 بقول لك فيها Who are most affected by the rise in the prices؟ مين اكثر حد بيتاثر بارتفاع الاسعار؟ احنا قلنا الاسر اللي هي داخلها بطبيعه الحال منفقه. The low income families. في 34 What is the synonym of financial plan؟ ايه المرادف لكلمه فاينانشال بلان؟ كلمه فاينانشال بلان معناها خطه اقتصاديه او خطه ماليه لها علاقه بالفلوس. يقول عليها بادجت، ميزانيه. نحرك الشاشه عشان تبقى الجمله رقم 35 هي عنوانها. The best title to the passage is افضل عنوان نحطه للمقاله بتاعتنا Cutting down food expenses، تقليل النفقات على الطعام. في 36 It swallows more than half the budget، بتبتلع اكثر من نص الميزانيه. The synonym of the word swallows، عايز مرادف في كلمة swallows، swallow معناها يبتلع، اللي يسويها absorb هنا بمعنى يمتص. نتحقق مع الترجمة ونخليها اللي ظاهرة قدامنا. يقول لك في الجملة 37 Although mobile phones are not good for children's health, they can increase their opportunities for social communication. أفضل ترجمة يا شباب للجملة دي هي الاختياري، الأول نعلم عليها وبعدين نقول إحنا خدناها ليه. قارن يا سيدي، although mobile phones are not good for children's health، بالرغم من ان التليفونات المحموله ليست مفيده لصحه الاطفال. جميل جدا، مفيش اي مشكله، الترجمه ماشيه تمام التمام. طيب they can increase their opportunities الا انها، طب تقول لي يا مستر فين كلمه الا انها دي؟ الا انها دي كلمه هو اضافها باللغه العربيه علشان يربط الكلام، لان هو خد ايه؟ they can increase اللي يمكنها ان تزيد. طيب الجمله الاولى متناقضه مع الثانيه، هو بيقول ايه؟ هو جاب في الجمله الاولى عيب للموبايلات انها بتضر صحه الاطفال، لكن هو عايز يجيب لها ميزه. علشان يعمل ده لازم كان يستخدم كلمه الا للانتهافه، الا انها. خلاص؟ عشان يقول لك برغم ان اللي عدى ده ميزه لكن في عيب. او العكس، لو كان اللي عدى ده عيب في بعده ميزه، تمام؟ يبقى ده المقصود بيه. خلاص كده؟ طيب. بيكمل لحد اخر opportunities for social communication، تم الا انها قد تزيد برسوم بوزيشن. تعال بقى اللي تحت، بالرغم من ان التليفونات المحموله مفيده، هو قال لك ايه؟ ليست مفيده، هو خلاها مفيده، لا هي مش مفيده للصحه، لو دي الغلطه الوحيده اللي كفت. اللي بعدها، بالرغم من ان التليفونات المحموله برضه مفيده، مكرر نفس الغلطه لانه لسه في واحده ثانيه قدام. ها بص كده، قال لك إيه؟ لكنها، لا مش لكنها، ده هي الا انها. طيب بالرغم من ان التليفونات المحموله ليست مفيده لصحه الاطفال، حدنا تمام، الا انها لا تزيد، ولا كيه قد تزيد. ما نفهاش، قال لك قد تزيد. نتحرك مع 38، ودي برضه اللي هو جمله باللغه الانجليزيه. Everyone should have the strength to conquer all the obstacles on the way to their goal. Challenges are a part of everyday life as they make us stronger. طيب انسب ترجمه للجمله دي هي الحرف ب،
بنحط عليها خط الاول، وبعد كده بنقول هي ليه الافضل. ماشي، تعالى نقارنها. Everyone should have the strength to conquer all the obstacles. هاتي بالعكس، يجب ان يمتلك كل فرعين. Everyone، تمام كده، بدأنا. مستر ده بدأ بيها، لاننا في اللغه الانجليزيه ما عنديش جمله تبدا بفعل. هو قال ايه؟ يجب، خد شود، هو خلاص كده قال لك ايه؟ يجب ان يمتلك كل شخص. Everyone should have. تمام. القوه للتغلب على جميع العقبات. The strength to conquer all the obstacles on the way to their goal. تمام، يبقى يجب ان يمتلك كل فرد القوه للتغلب على جميع العقبات في طريقه الى هدف. جميل جدا، هو حاطط ان هو نقطه بس هو عاملها كوبري، مش مشكله. طيب challenges are part of everyday life. فالتحديات الفين اجابه هو عشان يكمل الكلام يربطه ببعض، دي حاجه في العرض. فالتحديات هي جزء من الحياه اليوميه. تمام. And they make us stronger. لانها تجعلنا اقوى. جميل. طيب قارن بقى. يجب ان يمتلك كل فرد الصبر. فين كلمة صبر؟ هو قال صبر معناها patience، وقال ايه؟ وقال strengths، يبقى دي غلطة، ودي الوحيدة، لو دي الوحيدة لا كفاية. طيب، يجب ألا نفاها، ولا كده؟ everyone should، ما قالكش shouldn't، يبقى أنت نفيت هنا، يبقى في داخل الجملة بتاعتك ايه؟ ميت. طيب، ها، يجب أن يتحدى، فين كلمة challenge؟ هو ما قالش challenge، قال everyone should have، ما قالش يتحدى، يبقى دي لو هي الغلطة الوحيدة لا كفت، وتمام تمام عليك. نحرك مع 39. واللي بيقول لك فيها كده عربي بقى. لا تقاس حضارة الأمم بعدد أصحاب الملايين بها، ولكن تقاس بعدد المثقفين فيها. يعني الحكاية مش فلوس، فالثقافة عادة ما تدل على السلوك المتحضر. ونشوف أفضل ترجمة الجملة اللي هي في الاختيار سي. لحظة بس، نحط عليها خط الأول وبعدين نقول هي إحنا ليه خدناها هي أفضل إجابة. تمام، الجملة هي طويلة شوية أهي. طيب يلا بقى هات العرض. لا تقاس حضارة الأمم بعدد أصحاب الملايين بها، أدي أول جزء. A nation civilization، حضارة، جميل صح كده، تمام. Is not measured by، لا يتم قياستها بيه، تمام جدا. The number of its millionaires، جميل. ولكن اهي لكن اللي هي كلمة but، تقاس بعدد المثقفين فيها، but by the number of its educated people، جميل جدا. يقول لي يا مستر امال فين كلمة تقاس؟ مش مكتوبة اهي. ما خلاص احنا ذكرناها في الجملة الأولى، هي measured، مفيش داعي اذكرها تاني. جميل كده. طيب، فالثقافة عادة ما تدل على السلوك المتحضر. ها، جملة جديدة اهي. Culture usually indicates civilized behavior. جميل جدا. شوف بقى الباقيين غلط ليه. A nation's civilization is measured by. غير الجملة. الجملة قال لك لا تقاس. شايف لا دي؟ هو خلاها مثبتة. في حين ان هي منفية. لو دي الغلطة الوحيدة لك. اللي بعدها. A nation's civilization is not counted. Counting معناها يعد. يعني تقول واحد اثنين ثلاثة. ده غلط. A nation's civilization is not measured، ماشي، by the number of its millionaires. تحدينا تمام. قال لك yet، تمام. yet معناها بعد أو حتى الآن، لأن هي المفروض هي أول but، ماشي. by the number، تمام، لسه اصبر، ده في حاجة تاني، تمام كده. of its، قال لك educated خلاها wealthy. هو عمال إيه بقى يزيد في الأخطاء وكده، كفاية الغلطتين. نتحرك مع الجملة الأخيرة وهي آخر جملة الترجمة. وباللغة العربية، بالعلم نتوصل إلى معرفة الحقائق، فهو وسيلة لكل فضيلة، أما الجهل من أحد أسباب الضلال والانحراف. الترجمة المناسبة للجملة دي هي آخر صياغة اللي هي الاختيار دي. نحط عليها الأول خط وبعدين نقارنها ونقول هي ليه الأفضل. بيقول لك تأليف العربي، بالعلم نتوصل إلى معرفة الحقائق. تمام. With science we come to know the facts. جميل. فهو وسيلة لكل فضيلة. And it is a means to every virtue. تمام جدا. هو اكتفى بقال لك ان دي تنفع جمله، وراح قافل هنا. اما الجهل، اعتبر ان كان دي جمله كان دي جمله خلصت خلاص. اما الجهل من احد اسباب الضلال والحرام. تمام كده؟ Ignorance is one of the causes of misguidance and deviation. جميل جدا. الضلال اللي هو عندك ايه؟ الضلال اللي هو misguidance، وعندك الانحراف اللي هو deviation. جميل جدا. صيغه سليمه. طيب. With science we come to know the facts and it is a means to every virtue. تحدينا تمام. Negligence. Negligence المعنى الحرفي ليها انك انت تتجاهل شيء. يعني حد مثلا معدي وتعمل نفسك مش واخد باله كده، انت بتتجاهل. لا، ده هو بيتكلم عن الجهل وليس التجاهل. نفس الغلطه متكرره في الجمله بي. يعني الجمله بي اهي كلمه نيجليجنس موجوده، ناهيك على ان ممكن يكون في غلط في الاول. ساينس وي كام تو نو ذا فيكشن، دي غلطه ثانيه اهي. تمام. طيب
روح اللي بعدها. With knowledge، knowledge معناها المعرفة، ومش بقول بالمعرفة، قال لي إيه؟ قال بالعلم نتوصل لمعرفة. خلاص؟ ودي لوحدها لو كانت هي الخطأ لك كده شوية من ده الامتحان اللي كان جاي على الوحدة بتاعتنا، تمام؟ إن شاء الله انتظرنا في مزيد من امتحانات الوحدات بتاعتك من كتبك المختلفة اللي بنشتغل عليها في القناة، سواء المعاصر أو جيم أو أي كتب إن شاء الله نستخدمها في المراجعة، إن شاء الله انتظرنا في المزيد. مع معلم خبير اللغة الإنجليزية مستر أستاذ عزت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.